اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. شفنا الكيس دي وقلنا كان طفل عنده كارد او شخص يعني كان عنده كاردياك ابنورماليتيز وجاله لو جريد فيفر وايرلي دايستوليك ميرمال على الايورتيك اريا. الثلاثه دول مع بعض يخلوني افكر دايما في احتمالات الايه السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس او الانفكتيف اندوكاردايتس. هو محتاجه كاردياك ليجن وبعدين سورس اوف بكتيريميا او يورينري تراكت بروسيدور او توث اكستراكشن، والبكتيريميا دي بتسيتل على الفالز بتعمل دامج للفالز. اشهر ليجن يحصل مع السب اكيوت اللي هي الايورتيك ريجيرج، بتعمل نيكروزس ودامج، بتاكل في الفالف، بتعمل ايورتيك ريجيرج، وتيبيكالي لو جريد فيفر مش هاي جريد. ليه؟ لان الفيفر دي عباره عن برودكشن لبايروجينيك ماتيريالز من الاميون سيلز هي اللي بتعمل الفيفر. السب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس بيبقى فيها توكسينيا شديده جدا، تبقى سبريسنج حتى الاميون سيل ابيليتي انها بروديوس البايروجينز دي، فما تعلاش قوي ايه الحراره، تلاقيها لو جريد فيفر برغم انها كونديشن فيري سيريس. ده مع كاردياك ابنورماليتي هيستوري، مع لو جريد فيفر، مع الايرلي ميرمر بتاع الايورتيك ريجيرش الايرلي دايستوليك ميرمر دي يخلوني افكر في ايه سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس. يقول لي طب وايه علاقه ده الصوره دي بالسب اكيوت بكتيريا الاندوكاردايتس؟ ببساطه شديده دي الاوزلر نوديولز او الاوزلر نودز. فاكرين في الروماتيك فيفر كان في اشوف نوديولز، والسب اكيوت كان فيه حاجه اسمها الاوزلر نوديولز في السكين، بتبقى فاسكولايتس على سكيل صغير قوي بتظهر بالمنظر ده، وتخليني افكر في احتمالات الايه الانفكتيف اندوكاردايتس في البروبر كلينيكال كونتكست. وطبعا هنا مفيش ايه اوضح من كده كونتكست شرحه اللي هو هيستوري اوف كاردياك ليجن ومعاها لو جريد فيفر ومعاها ايرلي دايستوليك ميرمر اوف اورتيك ريجيرج. الليجنز دهيت غالبا بتبقى painful اللي هي الاوزلر نوديولز على عكس الاشوف نوديولز بتاع الروماتيك فيفر، تبقى مستخبيه ورا القلبه وممكن العيان ما يشتكيش منها وانت اللي تلاقيها او انت اللي تلاقيها لانها painless. لكن دي بتبقى painful inflammatory vasculitic affection، وتيبيكال يوم ما الاقيها مع cardiac abnormality مع low grade fever مع early murmur of aortic regurg تخليني لازم افكر وجود الاوزلر نوديولز دي في ايه السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس او الانفكتيف ايه اندوكاردايتس كاسم اخر ليها مشهور. شكرا جزيلا والى اللقاء مع حالات اخرى قادمه باذن الله. باي باي.